السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام، اهلا ومرحبا بكم وطبتم وطمشاكم وتبقتم الجنة مقعدنا ان شاء الله. النهارده رب العالمين هنتكلم عن درس جديد في سلسلة دروس Introduction to Fuzzy Set and Fuzzy Logic. النهارده هنتكلم تفصيليا عن الكلاسيكال ست بالمقارنة بالايه بقى، ها، بالفوزي ست. في الدرس اللي فات اتكلمنا على الانترودكشن الخاص بالايه بالكورس بتاعنا. النهارده هنبدا ندخل في ايه، في اول المواضيع بتاعتنا نبدا نسترجع كده الخواص اللي احنا نعرفها في الكلاسيكال لوجيك او الكريسب لوجيك بشكل عام، عشان نبدا نقارنها بالتغيرات اللي حصلت في ايه في الفوزي او الاختلافات بينها وبين الايه وبين الفوزي لوجيك. نتذكر كده مع بعض اول بوينت عندنا، اللي احنا كنا بنعمل ريبريزنت لاي ست عندنا في الكلاسيكال لوجيك ازاي. كنا بنعمل ريبريزنت لاي ست بطريقتين، طريقه بيتقال عليها اكستنشنال وطريقه بيتقال عليها انتنشنال. على سبيل المثال لو سالتك سؤال قلت لك انا عاوزك تعمل لي تريبريزنت لي ست، الست ديت بتعرض لي كل المدن المصريه اللي عدد سكانها اكبر من ايه من مليون نسمه، اللي عدد سكانها اكبر من ايه من مليون نسمه. فكان عندنا طريقتين لتمثيل الايه لتمثيل اللي بتاعتنا ديت. طريقه اسمها اكستنشنال ديفينيشن، اللي انا اجي اقول له كده ان انا عندي ست اسمها ايه بتكونتين كل من على سبيل المثال كايرو، كل المدن اللي هي اكبر من ايها اللي هي اكبر من مليون نسمه، الاسكندريه وايه وطنطا. طيب او بطريقه تانية اللي انا اللي هي بتروق باسلوب الانتنشنال، اللي انا اجي اقول له ايه بقى، ها، اللي اجي اقول له انا عندي اللي هو الست اللي اسمها ايه فيها العنصر اكس such that the x ده بينتمي لايه بقى لليونيفرس اوف ديسكورس اللي بتحتوي على كل المدن المصريه، بشرط ايه بقى، بشرط ان عدد السكان فيها يكونوا اكبر من ايه بقى، اكبر من ايه من مليون نسمه. دي الطريقتين اللي احنا كنا ايه بنعبر بيهم او بريبريزنت بيهم الايه بريبريزنت بيهم اي ست عندنا فين في الكلاسيكال ست او الكريسب ايه ست بشكل ايه بشكل. تاني حاجه برضو من الحاجات اللي احنا ايه كنا بنتعامل فيها بشكل عام، اللي احنا الاوبريشن عندنا كان عندنا مجموعه من الكلاسيكال ست اوبريشن اشهرهم على الاطلاق ثلاثه اوبريشن، اللي هي الانترسكشن اللي هي التقاطع واليونيون وحاجه اسمها الايه الكومبلمنت والديفرنس. طيب انترسكشن ويونيون وايه وكومبلمنت والايه والديفرنس. اما كنا بنيجي نقول له يا سيدي انا عندي الاي تقاطع بي، انا عندي الكلاسيكال سيت اي تقاطع الكلاسيكال سيت بي، دي بتقول لي ان الاكس كل العناصر اللي بتنتمي هنا في اللي هي السيت يعني الناتجه عن التقاطع، بتقول ان لازم يكون ايه كل العناصر اللي هنا بتنتمي لايه، وفي نفس الوقت الاكس دي برضو بتنتمي للايه بتنتمي للبي. طيب كان عندي اوبريشن تانية مهمه قوي اللي بتقول لي الاي يونيون بي، دي كانت بتقول لي ان الاكس العناصر بتنتمي هنا للاكس بلونج تو اي اور بلونج ايه تو بي، يعني كانت بتنتمي هنا او ايه او هنا، ده معناه الايه معناه اليونيون. الاي كومبلمنت دي كانت معناها ان الاكس هنا بتبلونج تو اليونيفرس اوف ديسكورس فئه العناصر الشامله، وفي نفس الوقت ما بتنتميش للايه، ها، ما بتنتميش للاي نفسها. الاي ديفرنس بي معناها كل العناصر اللي موجوده في ايه وفي نفس الوقت مش موجوده في بي، وممكن نعبر عن الاي ديفرنس البي ديت بايه، بالتالي اللي احنا نيجي نقول له ان الاي اللي موجود في ايه تقاطع اللي مش موجود في ايه في بي، تقاطع اللي مش موجود في ايه، ها، في بي، يعني تقاطع كومبلمنت الايه كومبلمنت البي. طبعا الكلاسيكال ست ليه بعض البروبرتيز اللي ايه اللي احنا مش بصدد الكلام عنها، بس اهم بروبرتيز اللي احنا عاوزين نعرفها اللي هي اللي اي عنصر سوري اي ست تقاطع او اتحاد الايه الكومبلمنت اتحاد الكومبلمنت بتاع الست نفسها بيدينا اليونيفرس اوف ايه ديسكورس فئه الايه فئه العناصر الشامله. اما التقاطع بينها الفئه ونقدها بيدينا فاي، وليه بيدينا فاي؟ لانه ايه؟ لان منطق ارسطو كان بيفترض ان العنصر لا ينتمي للفئه ونقدها في ايه؟ في نفس الوقت.
ده بشكل عام اللي كنت عاوز افكركم فيها بموضوع الكلاسيكال سيت الاوبريشن وازاي اعمل لها ريبريزنت ايه ريبريزنت عندي ايه اي سيت عندي باستخدام اسلوب الايه الكلاسيكال. نفس الكلام هنعمله بقى دلوقتي مع الايه ها الفازي سيت. احنا عندنا بنتعامل مع الفازي سيت او بنريبريزنت الفازي سيت عندنا برضو بايه ها بطريقتين. اللي انا ببدا اقول له ايه انا عندي العنصر اهو العنصر اهو وبينتمي للست بتاعت ديت بايه بالنسبه ليه لان احنا قلنا من المره اللي فاتت ان احنا عندنا ان الفكره بتاعت الفازي ايه الفازي لوجيك ان العنصر بينتمي للفئه بممبر شيب ايه ديجري بدرجه ايه بدرجه معينه. طيب فعندنا طريقتين اللي انا امثلها باسلوب برضو الاكستنشنال والانتنشنال بس ايه بس المره دي هنا بمثلها بايه بطريقه مختلفه شويه. على سبيل المثال لو اتكلمنا على الاكستنشن هبدا اقول له ايه بقى انا عندي الست اللي اسمها سمول دي بتكونتين بقى ايه بتكونتين العنصر 1 بدرجه ايه بممبر شيب ايه 100% والايه والعنصر 2 بدرجه ايه بدرجه ايه بممبر شيب 100% والعنصر 3 سوري العنصر 3 بممبر شيب كام بممبر شيب 9 ايه 9 90%. فهنا بدات ريبريزنت كل العناصر اللي عندي بايه ها هنا ده العنصر وده الايه وده الممبر شيب ايه ديجري بتاعته بالنسبه يعني الدرجه بتاعته ايه درجه انتمائه بالنسبه للايه للست بتاعتنا اللي اسمها ايه سمول. لو تلاحظوا هنا انا بفصل بين كل عنصر والتاني بعلامه الايه بالاوبريتور اللي اسمه ايه بلس. ده مش معناه عمليه جمع لا ده انا فقط ان انا ايه ده نوع تمثيل او ريبريزنت للايه ريبريزنت للعناصر عندي داخل الست بتاعتي. فوفقا لمفهوم الاكستنشنال اللي انا لو عاوز ريبريزنت اي ست عندي بقول اللي انا عندي اهي الست بتاعتي الفازي سيت اهي بنكتب العلامه اللي هي الايه يعني تحت الاوبريتور بتاعي وبنبدا نقول له ايه يا سيدي انا عندي الفازي سيت ديت او الفئه بتاعت ديت دي عباره عن الايه السميشن بتاعت الايه بتاعت العنصر والممبر شيب ايه والممبر شيب ديجري ايه بتاعته والممبر شيب ايه ديجري بتاعته. قلنا بقى دلوقتي ان علامه السميشن ديت او علامه الجمع دي مش معناها ان انا بجمع الايه بجمع العناصر لا ده انا معناه ده طريقه الترميز ايه عندنا لو كانت الفاليو اللي احنا بنتبعها في الست عندنا دي عباره عن ايه دي عباره عن discrete value. اما لو كانت continuous فبستخدم ها بستخدم ايه بقى بستخدم علامه التكامل. ده برده مش معناه ان انا بكامل ده برده هنا فقط اللي انا ايه معناه اللي انا بريبريزنت بالايه بريبريزنت العناصر اللي هي ايه عباره عن continuous ايه فاليو مش discrete value. لو discrete بريبريزنت ايه عن طريق السميشن اما لو continuous بريبريزنت عن طريق الايه علامه التكامل. الاسلوب الثاني اللي انت تريبريزنت بيه السيت بتاعتك او الفاز سيت بتاعتك عن طريق حاجه اسمها الممبر شيب ايه الممبر شيب فانكشن. على سبيل المثال عندنا مجموعه من الفانكشن زي التريانجلر او الترابيزويدال دي من خلالها ببدا اقول له ايه انا اقول له انا عندي هنا العناصر بتاعتي وهنا الايه وهنا الممبر شيب ديجري وبقول له هنا لما يكون على سبيل المثال هنا الطول بتاعه 175 هيكون هنا واصل ان هو بينتمي للايه بينتمي للممبر شيب للست بتاعت ديت بنسبه 100%. اما لما يكون 185 ده معناه اللي هو هينتمي بايه بصفر لما يكون ايه لما يكون 165 ده برضو معناه اللي هو هينتمي بصفر. اما داخل الايه بقى داخل الفتره اللي بين ال 165 وال 185 ده معناه اللي هو بينتمي بنسبه ايه ممبر شيب ايه معينه بين الصفر والواحد ممبر شيب معينه بين الصفر والايه والواحد. عندي مجموعه من الفانكشن بقى الكتير اللي انت ممكن ترجع لها دي احد انواع الايه الفانكشن اللي هي تريانجلر دي في بقى ترابيزويد وفي ايه جاوسين وفي سيادتك ايه تقدر تطلع عليهم وايه وتشوف اللي يناسبك وانت بت ايه وانت بتديزاين السيت بتاعتك ديت علشان ايه تحدد حاجه معينه او تحدد الايه السيت بتاعتك بشكل. برضو بقى دلوقتي احنا عندنا ايه نفس القصه اللي قلناها في الكلاسيكال سيت عندنا برضو مجموعه من الاوبريشن اللي هم الاوبريشن بتاعتنا العاديه اللي هي زي الايه بقى زي الانترسكشن اللي احنا كنا بنقول ايه بقى دلوقتي لو انا عندي الايه تقاطع ها البي معناها اللي انا برضو بجيب الايه بقى ها عندي برضو اللي هي عمليه التقاطع ما بين بس عشان نفهم موضوع التقاطع هنا خلينا على سبيل المثال هنيجي نقول له اللي انا عندي تو فاز سيت كالتالي
فالتقاطع ما بينهم بيكون وليكن الاريا. فهنا بقى انا مش هعرف اخد اقول ان العنصر ده عندي في التقاطع، لا ده انا عندي العنصر ده بينتمي لايه، بيكون في بينتمي للايه، للست ديت بممبرشيب، والست ديت بايه، ها بممبرشيب. طيب انا طيب هنا انا هاخد انهي ممبرشيب للايه، هاخد انهي ممبرشيب لل اي ممبرشيب ديجري للعنصر ده، انا هاخد هنا الممبرشيب ديجري ايه الاقل، الممبرشيب ديجري الاقل وفقا لحاجه تسمى قانون لطف زاده للتينور. التينورم هنا المقصود بيه اللي هو عمليه الايه التقاطع، في اكتر من قانون بيخليني اجيب الايه، ها التينورم، اشهرهم على الاطلاق قانون لطف زاده اللي بيقول لي ايه، بيقول لي ان انا اخد الممبرشيب ديجري ايه الاقل اللي بين الايه العناصر. طيب اليونيون نفس الحال، بس بيسموه هنا بيسموه الايه الاس ايه الاس نورم، وباخد فيه هنا بقى الايه، باخد الممبرشيب ديجري للايه الاعلى للايه للعنصر بتاعي. طيب وبالنسبه للكومبلمنت، ده كومبلمنت عادي جدا اللي هو واحد ناقص الايه الممبرشيب بتاعه الايه بتاعه العنصر بتاعي. طب يا سيدي انت قلت لي في اكتر من قانون للتي نورم، وفي اكتر من قانون للايه للاس نورم، انت ممكن نفسك تكون التي نورم او الاس نورم بتاعك، بس ما تخالفش الشروط اللي احنا هنتكلم عليها. لو انت في حاله انك انت بتكون تي نورم وكان عندك اللي انت عندك بتقارن بين 0 و0 فلازم تختار الايه، فهتكون الناتج عندك 0. طب لو بتقارنها بين اكس 1 فهتاخد الايه الاكس. ليه؟ لانك انت احنا قلنا بناخد الممبرشيب الاقل، فهنا انا معرفش الاكس ديت ايه، الاكس ديت هي اكيد مش هتعدل، وبالتالي حتى لو كانت 1 انا اخدت الايه اخدت الاقل، لان الاثنين ايه الاثنين هم ايه هم. تاني حاجه بيقول لي لو انت عندك تي نورم اللي هو بين الاكس والواي، ده هيكون less than or equal to اللي هو التي نورم ما بين الزد والدبليو، اف لو كانت الاكس اقل من او تساوي الزد، اند الدبليو اقل من او تساوي الايه الواي اقل من او تساوي الايه. تالت حاجه اللي انت لازم تعرف ان التي نورم كوميوتاتيف، يعني انت يعني كوميوتاتيف تبادل، اللي انت تيجي تقول له ايه التي نورم بتاع الاكس والواي هو هو بالظبط التي نورم بتاع الايه الواي والاكس، وبينتبع عليه بينطبع عليه برضو مفهوم الايه الاسوشيتيف دي. لو انا عاوز اجيب التي نورم ما بين الاكس والايه والتي نورم تاني ما بين الواي والزد، هي بالظبط لما اجيب الايه دي بتيكويفالنت التي نورم ما بين الدبليو والايه والتي نورم ما بين الاكس والايه والزد، سوري الواي والايه والاكس والزد. نفس الكلام اللي اتكلمناه ده عن التي نورم بينطبق برضو على الايه ها الاس نورم، بس انا هنا باخد الايه الماكسيمم. لو عندي 1 1 هاخد الايه ها هاخد الواحد، لو عندي اس واكس 1 اكيد برضو هاخد الواحد. ليه؟ لان باخد الايه الماكسيمم دايما، وان هنا برضو اللي انا يكون عندي اس نورم اقل من او يساوي اس نورم تاني لو كان لو كان بقى ايه ها الاكس اقل من او تساوي الايه الدبليو، اند الواي اقل من او تساوي الايه ها الزد. وقلنا برضو اللي هو بينطبق عليه مفهوم الكوميوتاتيف والايه والاسوشيتيفيتي، نفس الكلام اللي كان موجود في الايه في التي نورم. انت سيادتك لو ما خالفتش الشروط دي تقدر تكون التي نورم الايه ها تكون التي نورم اللي انت عاوزه. فعندنا مجموعه من التي نورم اشهرهم على الاطلاق التي نورم بتاع لطف زاده اللي انا بجيب الايه المينيمم بتاع الايه بتاع العنصر بتاعي، المينيمم بتاع الايه الممبرشيب ديجري في الاكس والممبرشيب ديجري في الايه في الواي، والاشهرهم برضو على الايه الاس نورم ايه بتاعي بجيب برضو الايه ده لطفي زاده بيقول بجيب الماكسيمم ما بين الايه ما بين العنصر ده والعنصر ايه ده الممبرشيب ديجري ده والممبرشيب ايه ديجري ده. عندنا بقى مجموعه من التي نورم الشهيره اللي انت ايه اللي انت تقدر تستخدم التي نورم والاس نورم اللي تقدر تستخدمها عشان تجيب التقاطع بين الايه بين السيت ديت والسيت ديت، او تجيب اليونيون ما بين الايه السيت ديت والسيت ديت. وفي علاقه او في قانون اسمه دومورج لو بيقول لي يا سيدي ان انت تقدر تجيب الاس نورم لو انا مديك الايه التي نورم، لو انا مديك الايه ها التي نورم، وتقدر تجيب الاس نورم المكافئ، تجيب التي نورم المكافئ للاس نورم لو انا مديك الايه ها لو انا مديك التي نورم. ازاي؟ عن طريق القانون التالي اللي انا باجي اقول لك يا سيدي، عندي التي نورم هو 1 ناقص الاس نورم 1 ناقص الايه الاكس 1 ناقص الايه الواي، كانه بقول له 1 ناقص الممبر ايه شيب بتاعت الاكس وممبر 1 ناقص الممبر شيب بتاعت الواي. وهنا نفس القصه الاس نورم ده عباره عن ايه، عباره عن 1 ناقص الايه التي
اللي هي واحد وجواها بقى ايه، واحد ناقص الاكس، واحد ناقص الايه، واحد ناقص الـ. وفي تو ريليشن فاليد بالنسبه لي بستخدمهم علشان ايه، علشان اقدر اجيب الايه، اجيب التي نورم او الاس نورم ايه وفقا للمطلوب. التو ريليشن اللي هم بتوع دول اللي هو بقول له ايه، انا عندي المينيمم او الاس نورم بتاعي بين الواحد والكي هو عباره عن واحد ناقص الايه الماكسيمم بتاع الايه بتاع الزيرو، واحد ناقص الايه الكي. طيب لو انا جيت قلت لك هات لي الايه الاس نورم بتاعي، هو عباره الماكسيمم بتاعي ما بين الزيرو والكي هو عباره عن واحد ناقص المينيمم ما بين الواحد والواحد ناقص ايه. ها القانونين دول ان شاء الله رب العالمين المره الجايه هنبدا ايه، هنبدا نحل بيهم ايه مسائل. لنجي نقول مثلا على سبيل المثال انا عندي، انا هديك تي نورم اهو وهات لي الاس نورم المكافئ بتاعي، او هديك اس نورم وهات لي الايه التي نورم المكافئ ايه المكافئ لي. طيب هنبدا دلوقتي نكمل على نقطة أخيرة، ومن المرات الجاية إن شاء الله ربنا نبدأ نحل تمرين مع بعض، وهي مجموعة البروبرتيز الأساسية اللي إحنا بنستخدمها فينها في الفازي إيه؟ في الفازي سي. إحنا كنا بنقول إن الإي في الكلاسيكال سيت تقاطع الإي كومبلمنت ده بيساوي إيه بقى؟ ده بيساوي فاي، ده في الكلاسيكال سيت. وكنا بنقول الإي يونيون الإي ده بيساوي اليونيفيرس اوف ايه ديسكورس. في الفاز ست الدنيا مختلفه، ليه؟ لان هنا العنصر بينتمي بايه بممبر شيب ايه ديجري، فالاي تقاطع الاي كومبلمنت ده لا يساوي الايه، لا يساوي الفاي، والاي تقاطع ها الاي اي يونيون الاي كومبلمنت ده برضو لا يساوي الايه اليونيفيرس اوف ديسكورس بتاعت فئه العناصر ايه الشامله. ان شاء الله رب العالمين المره الجايه هنبدا نحل ايه، نحل مسائل على الجزء الايه، على الجزء بتاع اللي انت تجت التي نور، اديك تي نورم وتجيب لي الايه الاس نورم المكافئ ليه، واديك ايه واديك اس نورم تجيب لي الايه التي نورم المكافئ ليه. وبعد كده ان شاء الله رب العالمين هنبدا نحل في ايه في السيشن اللي وراها اللي هو التمارين عن الاوبريشن الخاصه بالايه بالفازي ست. اللي هنا انتهى الدرس بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.